رمضان نحب النوع في السلطات تتبيتي راح ممكن تنوئي فيها اكثر بتحضير صلصات مختلفه الاذواق لافاش كيغي شيف. خير ذوق لافاش كيغي شيف اللي تحبيه اضيفي عصير القارص، اضيفي الحليب تدريجيا، وهكذا تتحصلي على صلصة مختلفة الذوق على حسب السلطة. نتمنى انه هالتدبير عجبتك، ولمزيد من التدبيرات زورينا على صفحة الفيسبوك لافاش كيغي شيف، وما تنسيش مع لافاش كيغي شيف انت هي الشيف.